معانا الخط ام ايمن. السلام عليكم. سلامتي امينه، كي دايره؟ لاباس عليك؟ لاباس عليك ام ايمن. انا فرحانه بزاف تهديتي اليوم الخط. ربي يخليك، ربي يخليك، الله يخليك ديما فرحانه. سي هدى، تنشكر بزاف سي هدى والوصفات اللي تديها. ربي يخليك ام ايمن، جزاك الله الف خير. انا بغيت نقدم لك واحد الحريشات بالسميده والكوك. حريشات بالسميد والكوك؟ ايه واخا تفضلي. هادو في المقله ولا في الفران؟ لا في الفران. في الفران واخا، على بركه الله. يلا نديرو ثلاثه الكيسان تاع السميد رقيق. عنبه ياك؟ عنبه. الا حداك شي راديو نقصيه ام ايمن؟ لا لا اختي صافي الراديو تسمع الغوتور. واخا ماشي مشكل. انا بارك عليا عندي. ربي يخليك، الله يجازيك بخير. ثلاثه الكيسان ديال العنبه ديال السميد رقيق. ايه وكاس ديال العنبه ديال الكوك. ايه وكاس تاع الزيت. نعم. وكاس ديال السنيده. جوج خمارات. نعم. وفاني. وصافي هاد الحوايج، هاد شمن تشد السميده هي الاولى تبسبسها بالزيت وتزيد عليها داك الكوك وديك الخميره والفاني وقشره الليمون ولا قشره الحامض اللي كانت تحكم. هاد الشيء هادي تخلي واحد 10 دقائق اسمحي لي. وكاس ديال ياغورت فاني. صافي تخلط المقادير كاملين وتهز تكور ماشي تقرص. هادي ما فيهاش زبده والو؟ لا ما فيهاش زبده. واخا تجي واعره وشيته. وتنتمنى المستمعات تعجبهم. واخا تعجبهم بزاف. كنخليها 10 دقائق قلتي ياك؟ 10 دقائق صافي وتبدا تكور ماشي تقرص. غير تكورها وتمرمدها في الكوك وتحطها في الطاف. نكورها في الكوك ماشي في السميد؟ لا في الكوك. اها صافي وديها الفوق تكون الكل فران سخون تكون طيبه الخبز ولا شي تخشي اللاطه ديالها تسخن الفران مزيان وديرها من الفوق وتنقص البوط. صافي تتفرقع راه تجي مخيه. عافاك اختي بغيت نطلب واحد الطلب من اختي هدى. هدى ما معناش ولكن ان شاء الله. لا تجي ملي تكون فكرتي نقول لها بغيت الفرماج ديال الدار تيبغيو ليا ولادي بزاف. فرماج بغيت نبقى نشري لهم بغيت نديرو في الدار. واخا.